والطاعون قيل إنه وباء معين، وقيل إنه كل وباء عام يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منه، وسواء كان معينا أم كل وباء عام مثل الكوليرا وغيرها، فإن هذا الطاعون رجل عذاب أرسله الله عز وجل، ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، فإن الله تعالى يكتب له مثل أجر الشهيد.